بسبب تأثيرات كورونا ومتحوراتها، تراجعت في العراق نسبة التطعيم باللقاحات الروتينية إلى 30% بين صفوف الأطفال دون سن 5 سنوات مقارنة بالأعوام الماضية. المسؤولون عن ملف التحصين قرعوا جرس الإنذار وحذروا من عودة ظهور الأمراض المستهدفة بالتطعيم مع استمرار انخفاض نسبة الملقحين. انخفاض إلى نسب التغطية باللقاحات الروتينية تقريبا 20-30% من معدلاتها بالسنوات السابقة، فبالتالي طبعا لا نضمن من ظهور أي مرض من الأمراض المستهدفة بالتلقيح إذا استمرينا بهذه نسب التغطية المنخفضة. وحتى لا يقع ما هو أخطر، أطلقت وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حملة لتلقيح الأطفال المتسربين من جدول اللقاحات الوطني، وحثت الأسر على الذهاب إلى المراكز الصحية وتطعيم أطفالهم باللقاحات التي أكدت أنها آمنة وفعالة ومتوفرة. بدأت وزارة الصحة متابعة المتسربين من اللقاحات للأطفال أقل من 5 سنوات ومهاتفتهم هاتفيا عن طريق جوالات وشرائح أعطيت مجانا من قبل منظمة اليونيسيف. كل اللقاحات متوفرة من مناشع عالمية في كل أنحاء العراق موجودة، المراكز الصحية تقدم خدماتها التلقيحية مجانا. ووفقا لمسؤولين في وزارة الصحة، فإن العراق لديه برنامج موسع للتحصين أسهم على مر السنوات في السيطرة على أمراض كثيرة خطرة، أهمها الحصبة وشلل الأطفال والسل والقزاز. الطفل خصوصاً اللي دون 5 سنوات، يعني هذه اللقاحات الأساسية ربما 10 أو ربما 15 أكثر، هذه اللقاحات توفر الحماية للطفل العراق، والحمد لله طيلة سنوات خالي من مرض شلل الأطفال، كذلك مرض الحصبة، أمراض أخرى. ويبدو أن كثيرا من الأهالي توقفوا عن متابعة أعطاء اللقاحات الروتينية لأطفالهم بسبب تأثيرات الجائحة وما صاحبها من معلومات مغلوطة تشكك باللقاحات على الرغم من أنها لا أساس لها من الصحة. حصول الأطفال على اللقاحات سيسهم في حمايتهم من الأمراض الخطيرة بل وحتى الفتاكة، هذا ما يؤكد عليه الأطباء في بلد نظامه الصحي هش مثل العراق. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.